معانا الكابتن مرسي سرحان نائب رئيس نادي المريخ. كابتن طمنا على فريق نادي المريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي المريخ منذ بدء المسابقه وهو على خطى ثابته. النادي ما فيهوش اي مشاكل. الفريق الاول في النادي ماشي بمنظومه معينه ومحترمه. كل واحد شاف شغله. رئيس النادي كابتن احمد جوهر مشرف على الفريق، هو كابتن احمد الشامي. كل مستلزمات اللعيبه خالصه. النادي الوحيد يمكن في مصر اللي اخد حقوق كامله، ال 25% وال 15% في يناير، رغم قله الموارد، لكن كل واحد اخد حقه. واحنا منظمين في شغلنا، وطول عمرنا حتى نادي المريخ بيقول عليه ان عنده النظام والكلمه الجيده. فاحنا الاولاد ماشيين معانا كويس، ونتمنى عوده الدوري عشان حتى نقدر ننافس على القمه، وان شاء الله للدوري الممتاز ان شاء الله. تمام. كنا عايزين نعرف من حضرتك موقف اللاعب محمد المالح واللي كان سبب في مشكله كبيره قبل كده لنادي المريخ. هو اللاعب محمد المالح ما ادركش الموقف اللي هو كان فيه في احراز هدف، لكن الهدف ده على الرغم ان هو هدف يسوء للمريخ وهدف غير شرفي، لكن بين معادن الناس. لعيبه نادي المريخ بعد الفوز ده رفضت تماما ان يطلع لها مكافاه. كل اللعيبه قالت ده فوز غير مستحق، واحنا مش هنقبل المكافاه بتاعته. وحتى انا قلت في اكتر من حديث لو الثلاثه نقط دول بيرجعوا كنت انا رجعتهم، لكن اللاعب ما ادركش اللعبه، ما ادركش الفير بلاي، تدخل في لعبه ملهاش الصح اللي يتدخل فيها واحرز هدف. صحيح جاب للمريخ 3 بونت، لكن اساء لاسم المريخ. احنا عملنا عليه ايقاف بعض المباريات والغرامه بتاعته، وبعد كده اللاعب قدر يفهم اهم حاجه احنا فاهمين الوضع ايه. فهمناه ان الموضوع ده ما يتكررش تاني مهما كانت النتيجه، حتى لو الهدف ده هو اللي صعد المريخ الممتاز كان بنقص منه. والولد التزم والحمد لله وعى لهذا الكلام، وربما ضرت النافعه ليه. يعني الولد لسه مثلا 5 6 سنين في الملاعب، ممكن يقع في غلطه زي دي اكبر. الحمد لله ان هو فهمها عن طريق نادي المريخ. تمام. يعني هو حاليا منتظم في التدريبات؟ هو المفروض يجي بكره نتيجه ان هو فيها شويه احداث عنده. ربنا رزقه بمولود، زائد ان احنا مش عايزين يجي الطريق راح جاي. فاحنا ارسلنا خطاب لنادي نجمة سينا المشاركه معانا في الحب دايما، انه يتمرن هناك لغايه ما يجي قرار الدوري يرجع ان شاء الله لنادي المريخ تاني. تمام. طيب عايزين نعرف موقف المحافظه من المشروع الاستثماري التابع لنادي المريخ واللي المفروض يتعمل لزياده موارد نادي المريخ. هو قبل ما اقول للمشروع بقول متشكرين للكابتن احمد جوهر هو ومجلسه ان عرفوا يخططوا المشروع زي ده. وشكرا للشباب والرياضه ان عرفت تدعم هذا المشروع وقدرت تفيد خبراتها. ومتشكرين اكتر واكتر اللي هو سماح قنديل اللي تبنى هذا المشروع. ولكن اللي هو سماح قنديل في اخر لحظه كناش نعرف انه ماشي بعد جميع الموافقات اللي جبناها مشى. فالنهارده عشان المشروع يكمل لازم يبقى يتعمل على 25 سنه او 20 سنه. ان مرتضى منصور عامل مشروع على 35 سنه، فالمشروع ما ينفعش يجيب ثمنه او اسعاره او هلاكه في مده قليله، فلازم يجيبها في على الاقل في 25 سنه. السيد محافظ بورسعيد مجد نصر الدين، هو انا حسب ما سمعت انه راجل محترم وراجل يقدر يقود بورسعيد الى بر الامان. سمعت حاجات كتير يمكن لسه، حتى انا منتظر ان الحاجات دي تحصل فعلا، لان اكثر من شخص عارفوه قالوا لنا ان الراجل ده فوق الوصف، وبكره تشكروه زي ما شكرته سماح قنديل. الراجل بيفكر ازاي المشروع يقدر ينتج وازاي المشروع يقدر يجيب ثمنه، وبيسعى النهارده ان هو يساعدنا في حته ان هو المشروع يبقى 25 سنه. احنا مش عايزين نتسول. انا رافض انا ومجلسي التسول. احمد جوهر نفس الكلام، مرسي نفس الكلام، المجلس كله نفس الكلام، مش عايزين نتسول. لا عايزين ناخد فلوس من حد، ولا عايزين المحافظه تساعدنا في حاجه، ولا عايزين اي جهه. كفايه المشاكل في المحافظه، يعني المرضى، المستشفيات، الطرق، الكلام ده هم اولى بالمساعده. لكن احنا طالما المشروع وقفنا على رجلينا ومش هنصرف فيه فلوس ولا عايزين حد يصرف علينا فيه، ارجو الموافقه. المشروع ده صرح كبير لبورسعيد. اولا شكل جمالي وانت داخل البلد، شكل جميل جدا مدخل البلد. الحاجه الثانيه
مشروع ب 70 مليون جنيه على مدار 25 سنة، صرح كبير لبورسعيد هيفيدها تجاريا وسياحيا. الحاجة الثالثة كمان هيصرف على مجمع كبير زي نادي المريخ، ممكن كمان نادي المريخ يفيد منه لأشياء أخرى. نادي المريخ النهاردة فيه بالراعي 600 ناشئ من سن 8 إلى سن 21، ده خلاف الفريق الأول وخلاف المدربين واللاعيبة والأجهزة والعمال. 600 ولد النهارده لو ضاق بينا الحال لل 600 لاعب هنعمل ايه؟ هنضطر اسفين ان احنا هنقللهم، مش هنقدر نسعى على 600 نقلل 300. انا برفض ان 300 دول يروحوا اي مكان اخر. النهارده استخدام الاولاد الصغيرين لحاجات وحشه موجوده، النهارده الاشياء المحرمه موجوده، الادوات المخدره موجوده، التهريب ممكن يكون موجود، الاعمال الارهابيه موجوده. النهارده مش عذران، النهارده انا ممكن امشي شبل النهارده يتجه لاتجاه اخر. عشان كده انا محافظ على 600 ناشئ حتى لو مفيش موارد، واحنا بنشكر المحافظ بورسعيد حتى لو ما ادناش حاجه خالص، بس بنقول المشروع. لكن احنا يا سياده المحافظ ناس كرعان جدا، ناس كان عندنا مصداقيه، واللي هو سماح واللي هو احمد عبد الله قالوها في حقنا اكتر من مره ان احنا ما بناخدش زياده عن حقنا. عمر ما جالنا قرش زياده وقلنا احنا عايزينه، بل بالعكس رجعنا مرتين فلوس المحافظه ان احنا غير محتاجين ليها. لكن النهارده احنا في احتياج، في احتياج للمشروع. مش هنقول لك تاني يا سياده المحافظ، وحبنا ليك موجود، مش هنقول لك تاني احنا عايزين فلوس، ومش هنقول لك تاني احنا ساعدنا في اي حاجه، لكن ارجو من الله عز وجل انك تساعدنا في المشروع. وكمان حتى كمان نقول كلمه اخيره كمان، احنا عايزين سياده المحافظ نشكر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء غلام محلب ان جابوك لنا، وان شاء الله بورسعيد هتشكرهم قريب ان جاب واحد مميز زي حالاتك، راجل محترم لبورسعيد، ونتمنى الخير ليك ولبورسعيد ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. سلام.